طيب البعض يقول يا دكتور زغلول لا تربطوا الآيات القرآنية بالأبحاث العلمية، بمعنى مثلا أنه لو لا قدر الله بحث علمي خاطئ فلا يتم تكذيب آيات القرآن، بماذا ترد يعني وتوضح مثل هذه الأقاويل؟ يا أخي الكريم، يعني هناك شروط وضوابط للتعامل مع هذه القضية. من هذه الضوابط ألا يوظف في الإعجاز العلمي إلا الحقيقة العلمية القاطعة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها، والعلم قد لا يصل إلى كل الحقيقة، ولكن لو في بداية بسيطة زي توسع الكون يعني كانت مفتاحا لكشوفات علمية لا نهاية لها. ولذلك أقول لابد من الالتزام بالضوابط، وأنا في كل كتاب كتبته عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الأجنبية أضع هذه الضوابط حتى لا يتخيل القارئ أن العملية فوضى. يعني أي إنسان يخوض في هذا المجال لابد من متخصص له قدم راسخة في هذا المجال، لابد من الالتزام بهذه الضوابط، 20 ضابط كامل يعني لابد من الالتزام بها. وإذا التزم المتعامل مع القضية بهذه الضوابط لا يمكن أن يرتد كلامه عليه أو يثبت خطأ هذا الكلام.